أين الخلاط؟ ترارارا. النهاردة هنفتح مخبز في ميز شو. أنا عايزة اللقطة دي، لما تبقوا جاهزين قولولي. ولا أحلى مطعم أتحداكم، رحلة إلى اليابان ووصفات مبتكرة. أنا الأكلة دي ممكن أقعد أكلها أسبوع عادي. خطيرة. هنروح لتركيا، أتمنى تقدروا تشموا ريحة استوديو وحلاوتها. أمان ربي أمان. اليوم اللي ببقى عاملة فيه أكل أسيوي يسقط أمامه أي دايت. إزاي نخلي الكيكة دي طالعة من محل 5 ستارز؟ ميز شو الموسم الثالث من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهراً على الهواء مباشرة حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.